مرحبا، أنا طارق الجندي من اعزف.com، واليوم بدرسنا الأول رح نتعرف على آلة العود، أهم أجزاء العود، ووصف المساق اللي رح نشتغل فيه لمدة 25 حصة، وشو ممكن نحقق من خلال هاي الدروس. أول إشي، آلة العود زي ما إحنا بنعرفها بشكلها اللي موجودة عليه في يومنا هذا، بتتكون من أكثر من جزء. الجزء الأول اللي هو وجه العود، هذا الوجه اللي هو تقريباً كل الصوت متمركز في هذا الجزء. في عندنا هدول الفتحتين الصغار، وفي عندنا الفتحة الكبيرة اللي بنسميهم القمريات، هاي القمرية الكبيرة وهاي القمريات الصغار. زند العود اللي هو محل ما بنحط أصابعنا، وفي عندنا حمالة المفاتيح اللي هي بنتحكم بالدوزان عن طريقها، ومندوزن الأوتار برخي المفاتيح أو شد المفاتيح عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة. نيجي نطلع على فرس العود، محل ما تنربط الأوتار، وعندنا الريشة اللي هي بنعزف فيها على الأوتار. طريقة مسكة العود، أول إشي أهم إشي إنه تكون قاعدته هي قاعدة صحيحة على الكرسي، ونستخدم بهاي القاعدة الفوت ستول أو سنادة الرجل اللي هي تقريبا بترفع ظهري. وإذا بنيجي نتطلع أيام زمان كيف كانوا يقعدوا عازفين العود، كانوا يحطوا رجل على رجل مشان يرفع ظهره، لأنه لو قعد بهذا الشكل فراح يكون ظهره في انحناء، وهذا الحكي بيأثر سلبا لقدام. فبنيجي نتطلع، بنستخدم الفوت ستول، بنحط العود على رجلنا اليمين، على فخذنا اليمين، بتكون القمرية الكبيرة تقريبا بشكل عمودي على الفخذ اليمين. تنزل إيدي اليمين بشكل قطري على العود مشان تثبته، فبصير عودي ثابت بإيدي اليمين بين كتفي وبين الفخذ. وبنيجي بنطلع انه ايدي الشمال ما إلها علاقة بعملية التثبيت، وراح نشوف انه هي بس وظيفتها انها تعزف في الحصص الجاي. والريشة، طريقة مسكة الريشة، الريشة بتكون متمركزة بين الإبهام وبين السبابة، وباقي الأصابع بتلف لف على الإبهام والسبابة. نيجي نطلع منطقة العزف الكويسة، هي بتكون بين القمرية الكبيرة وبين القمريات الصغار، لأنه جهة الفرس بتكون مقاومة الوتر عالية جدا للريشة، بيكون الصوت كتير مش حاد بس بيكون كتير قوي. هون بيكون الصوت كتير لين. أنسب منطقة هي المنطقة اللي بين القمريات الصغار والقمرية الكبيرة، محل ما بنشوف هاي الرقعة السوداء اللي بيسموها المضراب، هاي هي تقريبا أحسن منطقة عزف. نيجي نطلع هلا، الريشة لازم تكون مايلة بشكل 45 درجة على الوتر مشان تاخذ الأوتار، لأنه الأوتار بالعود تربط بشكل زوجي أزواج. إذا كانت الريشة بزاوية 90 راح نشوف إنه الريشة عم تاخذ كل وتر على حدة بهالشكل، وإحنا ما بدنا هذا الصوت، بدنا هذا الصوت. أوتار العود بتدوزن من تحت، من أسفل لأعلى، مبلشين عند هذا هو الوتر الأول، هذا الوتر الثاني، هذا الوتر الثالث، هذا الوتر الرابع، وهذا الوتر الخامس والسادس اللي رح نستخدمه بعد الكورس الأول. أول إشي الوتر الأول اسمه دو، وهذا الدو ممكن نستعين بالبيانو أو بآلات التيونر مشان نقدر ندوزن، وعن طريق الشد ونشوف الأوتار كل وتر كيف بنشد معها. فبنيجي نطلع، عندي هذا الدو، اللي بعده هو الصول، اللي بعده هو ري، واللي بعده لا، وبعدين صول. وإذا بنلاحظ إنه هذا صول وهذا صول، والتنين تقريبا نفس الصوت، بس هذا صوت غليظ وهذا صوت رفيع، وهذا بنسميه قرار لأنه غليظ، وهذا بنسميه جواب. فبنيجي نطلع زاوية الريشة 45 درجة بهالشكل تقريبا. أنا لما بضرب بعزف وبركي على الوتر اللي بعده. هاي هي أهم أجزاء العود، وهاي هي أهم القوانين اللي إيدي اليمين راح نشوف كيف التمارين الجاي اللي بالحصة الجاي راح نستخدمها، ونحاول إنه نتعامل مع الأوتار المطلقة. لسه ما عم نعزف بإيدنا الشمال، إيدنا الشمال ممكن نحطها هون عند العود، وإذا بدنا نشوف الأوتار ممكن نميل العود بهذا الشكل مشان نشوف الأوتار، بس غلط العود يكون بهالشكل، غلط يكون بهالشكل، غلط يكون بهالشكل، وأهم إشي إنه ظهري دائما يكون مرفوع وأقدر إني أشوف كل الأوتار وأكون كاشفها.
هذا المساق متدرج من الأسهل للأصعب، وفي 25 حصة، وراح نشوف إنه كل حصة بتحتاج لتمرين من ساعة ونص لساعتين بشكل يومي. وهذا الكورس كمان مجرب على كتير ناس، وإحنا جربناه وتدرس بالأكاديمية الأردنية للموسيقى، واللي حطه هو أستاذ أردني اسمه أستاذ عمر عباد. فراح نشوف كمان إنه بهذا الكورس اللي هم 25 حصة، مع كل حصة راح يكون في نازل عندي ورق PDF تقدروا تعملوا له داونلود مشان تدرسوا، مشان تتبعوا معاي كمان، ومحطوط عليه كل الرموز اللي راح نحتاجها وكل النوتس اللي موجودة وكيف نتعلم نقرأ النوت الموسيقية ونقدر ندرس العود بشكل ممنهج. النوت الموسيقية مش صعبة، بس طريقة تدريسها لازم تكون بشكل متدرج، ولازم ندرسها بشكل جدي وما نحاول يعني ناخدها بعين الاعتبار انها هي كثير صعبة. لا بالعكس، هي اشي كثير سهل بس بده شوية جهد. وبتمنى انه هذا الكورس يعجبكم وانكم تستفيدوا منه.